افتتح والي النيل الأبيض حيدر آل الطريفي مرافق صحية بمدينة ربك بتكلفة فاقت 3 ملايين دولار، وتضم المدينة مستشفى جمعة للنساء والتوليد وآخر لأمراض الكلى. وأكد المدير العام لوزارة الصحة بالولاية أن افتتاح هذه المرافق يؤكد التطور الكبير الذي تشهده الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لمواطني الولاية. بتكلفة تقدر بأكثر من 3 ملايين دولار، افتتحت حكومة النيل الأبيض مدينة ربك الطبية، والتي تضم مستشفيي المرحوم الصادق جموعة للنساء والتوليد وغسيل وجراحة الكلى، ما قد يؤكد على الدور الكبير الذي تشهده الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لمواطني الولاية. الجزء الثاني والمهم جدا أن مركز أو مستشفى المرحوم صادق جموعة لأمراض وجراحة الكلى يمكن هو يعني جاهز بكل يعني بسعة تشغيلية، فيها 8 ماكينات للغسيل وتستوعب لنا كل المرضى الموجودين في شرق البحر، يعني في ربك والجبلين وشمال ربك. نفتكر انه بإدخال هذه الماكينات بيكون احنا ريحنا يعني قللنا معاناة عدد كبير جدا من مرضى يعني الكلى ومرضى الفشل الكلوي، بالإضافة إلى يعني الخدمات الأخرى المتعلقة بأمراض الكلى. فالمرافق التي افتتحت اليوم ربما تسهم بشكل أو بآخر في تخفيف الكثير من الأعباء على المرضى، وتعد صدقة جارية للمرحوم جموعة ووفاء من أسرته لمدينة ربك التي قدمت لهم الكثير، بجانب حوجة المدينة والولاية للخدمات الصحية. باسم الوالد الصادق جموعة إبراهيم، وهو يضم مستشفى غسيل كلى ومستشفى نساء وتوليد وجامع تابع للمستشفى. فتأسس بدأت الفكرة عام 2011، فبحمد الله اليوم نفتتح المجمع الكبير بواسطة الأخ السيد الوالي. ويأتي افتتاح مدينة ربك الطبية في ظل تأكيدات حكومية بالمضي قدما في افتتاح مزيد من الصروح الطبية لإحداث نقلة نوعية في الغطاء الصحي وتحسينا للخدمات الطبية بالولاية، مع إشادة بالدور الكبير للخيرين من أبناء الولاية في تشييد الصروح الخدمية التي قد تسهم في توفير الخدمات الطبية للمواطنين. نحن في الولاية إتبان طوافنا على المحليات وإداريات الولاية وجدنا الكثير من المرافق الحيوية، خاصة فيما يتعلق بالتربية والتعليم والمرافق الصحية مشيدة بواسط الجهد الشعبي، فهذه أصبحت سمة سائدة في أهل الولاية. ونحن عبر أهل الولاية نوجه دعوتنا ورجاءنا لإخوتنا وأبنائنا بخارج السودان أن يسيروا على الدرب، والأوطان تبنى بسواعد بنيها، فهي التجارة الرابحة والسنبلة المضاعفة. افتتاح هذه المستشفيات الخيرية أمر قد يسهم في استكمال الخارطة الصحية بالولاية، توطينا للعلاج بالداخل وحلا لمشاكل مرضى الكلى ووفيات الأمهات والأطفال في الولاية بصورة جذرية. صديق السيد البشير الشروق، ولاية النيل الأبيض، ربك.